أنا اسمي زياد المزغني، أبلغ من العمر 26 سنة، قادم من تونس وأشتغل معد لبرامج تلفزيونية. الفصاحة بالنسبة لي هي فن من الفنون الكامنة داخل لغتنا العربية، وهي كذلك أن تبلغ أفكارك وآرائك ومواقفك بأجمل ما في لغتنا من سلاسة وبلاغة، أن تستعمل كل ما تعلمناه وكذلك ما أتقناه من تجارب الحياة حتى يفهمنا أغلب من في الأمة وخارج هذه الأمة. السلام عليكم. السلام. أنا ذلك الطفل الصغير السابح في أحلامه المديدة، يمتطي صهوة جواده يسابق أقرانه فيسبقهم. هو في الحقيقة ليس جوادا، هي مجرد عصا لمكنسة يمتطيها يحاكي بها صورة المجد التليد، يتمثل عنترة العبسي يقبل من بعيد، يمزق بسيفه ثوب الذل ويشرب بيمناه حنظل العز. خالد بن الوليد يكسر قلب جيش الروم، طارق بن زياد يجتاز المضيق ويوهم جيشه بأن السفن قد حرقت فينتصر ويفتح الأندلس للعالم. عز الدين في فلسطين، ثورة التحرير في الجزائر، طفل يرجم دبابة في مفترق الطريق بحجر، وعندما يكبر يطعن جنديا صهيونيا بسكين في أزقة القدس القديمة. أم لم تتجاوز 25 تحفر بأظافرها في حلب، في ركام البيت تبحث عن ابنها الرضيع. تلك العصا قد جلدتنا سنين وسنين، هي العصا في يد الظالمين، يحسب أنه يهش بها على غنمه ولم يعلم بأن من أبناء الأكرمين. أنا من تلك البلد الموصوفة بالخضرة، فما بالك إن جاء الربيع بأزهاره وأنغامه وألحانه، فإذا بنا كالسيل العريم نسير جماعة هاتفين من كل صوب وننادي في العالمين. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. شكرا لك يا زياد.